وهي بلشنا تحضيرات رمضان ولازم نعمل سمبوسك جبنة ولا أطيب ولا أسهل. للعجينة استخدمت لكل كاسة طحين ملعقة سمنة. أنا عملت 3 كاسات طحين، حطيت 3 ملاعق سمنة، رشة ملح ومي لحتى تنعجن معي منيح وتصير طرية. منغطيها شوي على جناب ومنعمل الجبنة. للجبنة رح حط ملعقة زبدة وحط فوقها ملعقة طحين حمصن على النار مع كاسة حليب بس يسمك، ورح ضيف فوقهم الجبنة. أنا استخدمت جبنة عكاوي وجبنة موتزاريلا، برشتهم وحطيتهم فوق الخليط، وكمان حطيت حبة البركة، وانتو بتذوقوا الملح حسب ذوقكم. ليكو كيف عم تشط كتير دمار. بعدين لحتى نعمل السمبوسك أنا استخدمت هذا القالب، كتير مريح بالشغل وكتير بيطلع شكله مرتب، وفيكم تحشوها كتير وما بتفتح كمان. بعدين قليتهم بزيت يكون مو كتير سخن لحتى يطلعوا شقر وحلوين، وهون خلصوا. صحة وألف هنا دمار.